لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. رمضان مبارك علينا وعلى جميع المسلمين. يا ربي يا ربي ادعوا يا ربي يرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا ربي. ابتلاء وهذا ابتلاء يا خوتي. ربي يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله. في الإعادة كما عودتكم كاينه إفادة. الموضوع تاع اليوم ربي إن شاء الله نحاول باختصار. حبيت نقول حاجة برك ميساج لزامي اللي يحبوا خوك مراد اللي ما تبعش الطبيعة وما يعرفش المقنين واش ياكل. لازم سقسي يا أخي، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا جاري واش اللي صرا له؟ خرج حنا وين قدامي بعيد كاين تلفاف كاين كلش كاين كلش. خرج شاف واحد الحشيشة هكذا بانت له حرايق، راح مسكين هزها وداها حطها عنده دي كنار وعنده مقن كيما الكناريه والده. المقنين ثاني قال لي والد والدين في زوج. حكم عطاه مسكين كي عطاهم يحلف لي قال لي اقسم بالله بالك 30 ثانيه ما كملش دقيقه مع خلص قال لي انا مريح نسمع غير في الفماله كي قاعده تشخر. كي راح واش لقى؟ لقاه ما خاوتي بكل 200 بكل 200. ودرك نعتهم لكم او صورهم. حبيت برك نقول لكم حاجه، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. اللي ما يعرفش حاجه سقسيو يا اخي سقسي، اسالوا اهل الذكر ان كنتم. مش عيب انسان كي يحب يتعلم، مش عيب. العيب كي يقول اني نعرف هو ما يعرفش، هذاك هو العيب. بصح اللي يحب يتعلم سقسيو بربي ان شاء الله نعتوا لكم وندلوكم. وحنا ديما نوعيوا الناس ونعتوا الناس. ودرك نعت لكم تشوفوا الحشيشه هذه. انا دخلت في الانترنت وكتبتها وخرجت لي ودرك نعتها لكم باه تعودوا وتعرفوها. روحوا نشوفوها بربي ان شاء الله. هذه هي الحشيشه اللي مدها الزواج تاعو وقتلتها منه. خاوتي ركزوا معاها مليح وشوفوا معاها مليح باه تعودوا وتعرفوها. انا صورت لكم هذا لا فيديو باه نقدر نلحق لكم المعلومه. خطره اخرى كي تجي دير حاجه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ودرك نعتها لكم هذه اللي كتبتها وخرجت لي. هذه اللي مدار لها رقم 1 هذه هي اللي جبتها من جوجل. والاخرى هاكم قاعدين نشوفوا فيهم وحده فريده. والحمد لله انا ما قدرتش ندير لي الله فيديو حتى دخلت لجوجل وحوست وجبت هكا باه كي نمد المعلومه صحيحه. ما تنساوش دعيو لنا معاكم بارطاجيو لا فيديو. خاوتي ما زيدوش تغلطوا، انسان ديما كي يحب يدير حاجه لازم يسقسي. وهاي الفماله هاي ميسه ربي يخلفها عليه ان شاء الله. والله يعني ما الانسان ما يقدرش يشوف. وهام لي كانار مالو فماله. وكاين فيديو ما نقدرش نعته لكم فيه الفماله ميته على العظام. ما نقدرش محال محال. انا نعطيكم تصاور برك هكذا. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو هذا وادعيو لنا معاكم. وفي الاعاده ان شاء الله ديما كاينه افاده. وكاين واحد الموضوع ثاني راح نهضر عليه باختصار. كاينين دي سامي كتبوا لي عيطوا لي خويا مراد بعث لنا دي فيديو نعت لنا الغناء حابين نلقموا. حنا درك وقت الانتاج. خاوتي انا وعدتكم وقلتكم بربي ان شاء الله ندير لكم دروس. قلتكم ندير لكم دروس. وشي هو الوقت ما يسمحليش. انا قاعد ندير في ديك روازمون ما نقدرش مستحيل. بصح من هذا وافا بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله نحاول كيفاه ندير لكم درس. كاين واحد الانسان درك ندير لكم عليه وانا ما نعرفوش. كاين واحد هو اللي يهضر لي عليه قال لي خويا مراد كاين انسان. هذا الانسان هذا كتب لي تعاليق. هذه هي التعاليق اللي كتبها ابوني معايا. والابوني هذا قديم الله يبارك ما شاء الله. اصلا نقدمو بالعقيله قروي شمس الدين. واش يقول؟ اعطيني رايك في الاخ جلال. ربي ان شاء الله درك ندخل ونشوف الدروس تاعو ونعطيك راي ان شاء الله. او قاعد ينعت المواضيع تاع الغناء
دخلت انا قريت عليه وشدته، والاخ هذا هاو البروفيل تاعو. هذه هي القناه تاع الاخ اللي هضر لي عليه جلال، هام داير دروس التغريد، هاو البروفيل تاعو، اكتبوا ادخلوا بربي ان شاء الله تشوفوا هنا نشدته وادخلوا، وانا نبعثكم ديما الحاجه المليحه، خشوا برك ودك تفهموا كلش. انا كلمه الحق نهضرها، انا كنت راح ندير لكم موضوع، والموضوع اللي راح ندير لكم ساهل، نقدر نعلمكم في الشون. الشون هو اسهل حاجه، انسان كيحب يدير لي الفاج، لي الفاج واعره، تحب تكروازي فاردرو مع سوره نينو مع بانسون، ما تقدرش، كون ما يوفقكش ربي مستحيل ما تقدرش. اما الشون، الشون ساهل خلاص، تجيب خلوي ويعود عنده الشون تاعو مليح، هز واحد جون اديه البيت، حطلو ديرلو سيدي، حطهولو دحا انها ماموره، شعلو صباح وعشيه يخرج لك فوتوكوبي. الحاجه السهله خاوتي، ومش كي تحفظ نوطه تقول فيه تيوا واطي ولا فيه تيوا عالي اك تعرف، لا لا يا اخي، بربي ان شاء الله ادخلوا الانسان هذا، وانا شفتو راوي المواضيع اللي الموضوع اللي يديرو مام كي قاعد يعلم وينعت لكم او بدا ينعت في لي صورتي، صدقوني يا اقسم لكم بالله انا هكذاك كون درت لكم موضوع نقدر نوصل لكم الميساج كيما هو. هو راهو قاعد يعطيكم اول واحد اللي شتو هنا في الجزائر، يعني يعلم بنيفو عالي ونيفو سهل خلاص، اللي يحب يتعلم يقدر يتعلم. حنا هنا في الجزائر يعني نهضروا بكل صراحه، ما عندناش اللي يعرفوا الشون، اللي يعرف الشون كاين 1% برك هكذا. وهذا الاخ هذا تبعوه راهو ينعت لكم، تقدر في يومين في ثلاث ايام تحفظ المقنين. الحاجه اللي حبيت نقولها لكم برك ونعطيها لكم، انسان لازم تكون عنده لو راي ميزيكال، لازمك تحفظ النوطه، تبعوه برك واش قاعد يقول لكم. يقول لكم في واحد اللقطه يقول لكم المقنين يدير كاستا كاستا زيو، كاين اللي يكسرها يقول كاسا كاسا زيو، هنا يكسرها النوطه، كيكسرها بين يكسرها وبين واحد يقول لك اي فيها الفساد، لا لا يا اخي تبعوه راهو ينعت لكم، تقدر في يومين في ثلاث ايام تحفظ المقنين. لو جيت انا في بلاصتو راني راح ندير لكم نفس الدروس اللي قاعد يدير لكم فيها. وخويا جلال انني ما نعرفكش نحييك، وما شاء الله راك قاعد دير في الدروس وراك قاعد تمد كيما قال المقنين. مقنين غنى تيتا تفريو، تنطقها انت تيتا تفريو، كاستا كاستا زيو، سي كاستا كاستا زيو، هاك معايا. كمل هكا، نعتل الناس هادو ونعتلهم بالنوطه، نعتلهم النوطه يحفظوا لي نوط، ومن بعد نعتلهم النوطه كي تعود مكسره، كي تفوتوا تحفظوا لي نوط تعود تعرف النوطه اللي حفظتها انت كي تسمعها في مقنين تعود تعرفها. اسهل حاجه هو الشون، صدقوني يا اقسم لكم بالله اسهل حاجه هو الشون. الشون روح شري مقنين من الخلا، لقيت فيه الشون مليح بصحتك، ما تعبت ما والو، تحب تحفظ ادي حطوه في البيت، جيب دير سيدي حطه له، خليه صباح وعشيه مده 3 شهور ما يسمع والو، خرج لك فوتوكوبي. اسهل حاجه. بصح يا اخي لا حبيت دير مقنين مع سوره، سوره مع بانسون، نينو مع الطاره، هنا راح نقول لك راهي صعيبه صعيبه صعيبه، وتقدروا تتعلموا. اللي يحب يتعلم يتعلم، واللي يحب ما يتعلمش ما يقدرش يتعلم. ونظن بربي ان شاء الله راك سمعتوني. والكلمه الاخرى تبعوا الاخ هذا جلال، واني مانيش كان ندير له في البيبليسيتي ولا ندير له في الاشهار، كلمه الحق نقولها، هذا الانسان هذا اول واحد اللي شفته هنا عندنا في الجزائر قاعد يمد في الدروس 100%، هذا الاخ هذا. خويا نتمنى لك النجاح وكمل، وبربي ان شاء الله خطره اخرى الا كان عندي وقت انا اني نزيد نكمل المحوايج. بصح على ما اظن مادام شتك الموضوع اللي نديرو انا ديرو تا، وطمئن قلبي ودعيو الانسان هذا، ما تنساوش روحوا شوفوه بربي ان شاء الله تتعلموا. اسهل حاجه كيما قلت لكم هو الشون. دعيو لنا معاكم، ورمضان مبارك، ومازالوا اني يعني قاعد ندير في دي فيديو جدد، ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، نعطيكم حوايج جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه بعد الفطور.